المساعدة والعون. ننطلق في هذا الأمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جوعان جائعا. أحسن الاستقبال وجميل الوفادة كما نقدر هليا مستوى العلاقات الصداقة الراسخة بين مملكة كمبوديا ودولة قطر حكومة وشعبا، ونتمنى لمملكة كمبوديا المزيد من التقدم والازدهار. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل للشيطان نصيبا ولا حظا يا رب العالمين. مجلسا جمع الشباب المخلصين، وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سين.